ملفات عدة ينقسم حولها الأمريكيون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، انقسام صارخ في الواقع ينعكس على صناديق الاقتراع. استطلاع لصحيفة واشنطن بوست وأي بي سي نيوز وجد أن الناخبين يرون أن الحزب الجمهوري يجيد حل بعض القضايا الشائكة ويتقدم في الاقتصاد وفي حجم إقبال الناخبين. بحسب الاستطلاع تنقسم نوايا الناخبين باقتراع مجلس النواب بالتساوي بين الحزبين. 49% من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيصوتون للمرشح الجمهوري، بينما قال 48% من الناخبين المسجلين إنهم سيصوتون للحزب الديمقراطي. أما الناخبون المحتملون فانقسموا إلى 50% يميلون نحو التصويت للجمهوريين و 48% يميلون نحو التصويت للديمقراطيين. ومع الانتخابات الحالية تحوم توقعات بخسارة الحزب الحاكم للأغلبية، فكما هو معتاد لا يصل الحزب المسيطر على كرسي الرئاسة للأغلبية في الكونغرس، فيما يحتاج الجمهوريون إلى 6 مقاعد للوصول إلى الأغلبية. يواجه الديمقراطيون تحدياً في محاولة قلب المعادلة ووقف مكاسب منافسهم الجمهوري. لا يمكن لاستطلاعات الرأي أن تحدد بشكل دقيق المقاعد التي قد يخسرها أو يربحها أي من الحزبين، لكن نوايا الناخبين أوضح من الأرقام والتوقعات. الناخب الجمهوري لا يزال واثقاً من نيته التصويت لصالح حزبه بنحو 80%، بينما يبقى الناخب الديمقراطي متخبطاً بنحو 74%، وهو أقل ب8 نقاط عما كان عليه عام 2018. فجوة أخرى أوسع في المنافسة بين الحزبين، فالناخب الجمهوري مهتم بمتابعة مجريات الانتخابات عن كثب بنحو 48% مقارنة ب37% للديمقراطي. التشتت الكبير في آراء الشارع حول قضايا ملحة للجميع انعكس أيضاً على استطلاع آخر أجرته شبكة NBC نيوز، أشار إلى أن 90% من الناخبين يفضلون سيطرة الجمهوريين على الكونغرس لضبط ملف الهجرة، مع 65% يفضلونهم في ملف الجريمة، و 60% يريدونهم لتحسين الاقتصاد والوظائف. في المقابل هناك 86% يفضلون سيطرة الديمقراطيين لملف المناخ، مع 74% لملف الأسلحة، كما اختارهم 67% لمواجهة تهديدات الديمقراطية.